ازيكم الشباب، معاكم محمد عايش من قناة عايش في ألمانيا وفيديو جديد. النهارده الفيديو ده مهم جدا لأي حد عايز يجي ألمانيا، سواء جاي دراسة سواء جاي شغل جاي إقامة فترة. هو موضوع عن السكن، أنواع السكن في ألمانيا وعيوب وميزات كل نوع، أنواع السكن في ألمانيا وميزات وعيوب كل نوع. طيب هنتكلم عن كل الأنواع ديت بالتفصيل. في يعني حوالي 3 أنواع سكن في ألمانيا. لو أنت طالب في 3 أنواع، لو أنت مش طالب غالبا هم نوعين. طيب نبدأ بالأول، نوعين الأعم لكل الناس، وهو النوع أول نوع اللي هو السكن المشترك أو بيسموه الـ VJ. السكن المشترك ده عبارة عن أنت بتسكن مع ناس مع بعض في سكن واحد، بيبقى بالمنظر ده. أنت تبقى ليك أوضة معينة في شقة، وبتشتركوا في المطبخ، بتشتركوا في الصالة، بتشتركوا في الحمام. طيب النوع ده فيه نوعين. في نوع أنت مثلا بتأجر أوضة في شقة من صاحب الملك، من صاحب البيت ده، انت كده بس بتدفع فلوس ايجار الشقة، الاوضة ديت اللي في الشقة، شامل طبعا الحاجات المشتركة. وده ميزته ان انت بتدفع الايجار ده، مثلا قعدت سنتين قعدت ثلاثة ليك عقد، اول ما تخلص بتمشي. الناحية التانية بيبقى مثلا واحد زي حالتي او زي اي حد، هو مأجر من صاحب الشقة وفي اوض كتير، حلو، فانت بتأجر من الشخص ده اللي هو ساكن في الشقة اللي هو مأجر من المؤجر الأساسي. وفي الوضع ده انت هتاخد بالك وانت ماشي، لازم بتجيب له حد مكانك، يا اما حسب الاتفاق. لو اتفاق في الأول انت تقول له انا خلاص سنة، بعد سنة واحدة سنتين بعد كده همشي، خلاص هتمشي بعد سنتين. خلال السنتين دول عايز تمشي قبلها بتجيب حد مكانك، أو الأغلب العام لو هتبقى قاعد مفتوح يبقى بالحب بتجيب حد مكانك، ودي بتبقى سهلة، بتعمل إعلان على فيجي جزوز وبتجيب حد مكانك. طب نبدأ نتكلم بقى عن ميزات وعيوب النوع السكن المشترك ده بنوعين دول. الميزات طبعا انت عندك ميزه كبيره جدا، انت تقدر تعمل سوشياليزيشن، تتكلم مع الناس، تتعرف على الناس، تمارس اللغه، متبقاش قاعد لوحدك، معرفه بالناس، دي ميزه كبيره. تاني ميزه انه ارخص طبعا، السكن البي جي ارخص من السكن لوحدك بكتير، لان انت بتدفع اقل بكتير. يعني مثلا انت ممكن تعيش مثلا ب 200 يورو شامل كل حاجه في السكن المشترك دوت، عن السكن الخاص اللي بتسكن فيه لوحدك. عيوبه طبعا بقى ان انت معلم او انت ما تبقاش عارف الناس اللي تسكن معاها دي ايه. فمثلا هي نقطه مهمه جدا، انت مثلا موضوع النظافه، هل هم بينظفوا؟ ان في حاجات مشتركه، الحمام، المطبخ، لازم يكون الموضوع فيه نظام. فانت وحظك لو الناس دي كويسه ومنظمه هتنظف، وتبقى النظافه ماشيه بانتظام. غير النظافه، هل هم مزعجين مش مزعجين؟ بيعملوا حفلات كتير بالليل مش بالليل، بيشرب سجاير مش بيشرب سجاير، حاجات بقى اللي انت لك ان تتخيلها. هذا سكن مع حد فانت تطبق عليه، فدي عيبها الوحيد. انت ممكن يكون ممتاز جدا لو الناس كويسه وبتحب الناس وبتحب الكلام والكلام ده كله، او ناس قفيله بقى، او ناس مش نظيفه، او ناس عليها عادات مختلفه بتاع، فبتفرق كتير يعني. فده العيب الرئيسي من السكن المشترك، العيب الاساسي، العيب الرئيسي هو ده. اما الميزه الاساسيه وهي انها ارخص كتير، غير بقى موضوع انك تتعامل مع الناس وتتعلم وتمارس اللغه وتعرف ناس وكده. طيب ده اول نوع. تاني نوع هو انك تعيش لوحدك، يعني بتأجر شقة، حسب بقى شقة صغيرة شقة كبيرة، ايا كان لوحدك انت، منك لصاحب الشقة بتأجره وبتدفع كل حاجة. الميزة الرئيسية ان انت مالك نفسك، كل حاجة انت بتعملها بنفسك، انت عايش لوحدك. العيب انك عايش لوحدك، ما بتقدرش تاخد وتدي مع الناس، مفيش حد تتكلم معاه اثناء الحياة اليومية. فبتختلف من شخص لاخر، هل انت شخص بتحب دايما في حد موجود في الشقه حواليك، يبقى الفيجي احسن لك. بتحب انك تقعد لوحدك، كل حاجه تعملها لوحدك وتنظف لوحدك، يبقى ليك حياه مستقره لوحدك، يبقى تعيش لوحدك. وبتعتمد كمان حسب المنتاليتي والعقليه، يعني في طلبه يفضلوا ده، وفي ناس حتى بعد ما بتخلص تبقى طالب وتشتغل لسه، حتى الالمان بيشتغلوا ما بيحبش يعيشوا في فيجي عشان يبقى بيحب اللمه وكده. فاهم الفكره او فاهمين الفكره؟ هذه نقطه. في نقطة كمان بالنسبة للبنات، طبعا في بنات جايين من بلادنا العربية مش بيفضلوا طبعا ان هم يعيشوا في سكن مشترك مع ناس، مع اولاد مثلا او مع ناس مختلفة، فبيبقى دي بالنسبة لهم عائق شوية انه يسكن لوحده، او لما يلاقي سكن يكون فيه سكن بنات بس، او فيه سكن ناس عرب. فبتختلف بقى حسب المنتاليتي من شخص لشخص، او من البنت لبنت بتختلف. فبرضه دي نقطة لازم تاخدي بالك او تاخدوا بالك منها طبعا. طيب السكن الثالث بقى، وهو ده السكن الخاص بالطلبه بس، وهو سكن الجامعه. ده ارخص سكن في المانيا كلها، هو سكن الجامعه ده. وبرضه في نوعين. النوع الاولاني انت ممكن بتاخد اوضه في سكن الجامعه، اوضه لوحدها مستقله، بيبقى اوضه صغيره عباره عن مكان تنام فيه وحمامك خاص بيك ومطبخ صغير كده، او برضه بيبقى في حقيقه السكن مشترك، بيبقى مثلا كل ليك اوضه وبتشترك في زي ما اتفقنا في المطبخ وفي الحمام.
بس في سكن الجامعه بقى حسب، في مدن وفي جامعات فيها الاثنين اوبشن، وفي جامعات فيها اوبشن واحد بس اللي هو السكن المشترك، فانت وحظك في انهي مدينه وانهي جامعه. وطبعا زي ما انت كنت تتخيل ان السكن الجامعي اللي هو لوحدك اكيد اغلى شويه من السكن المشترك، بس في الحالتين سواء مشترك او لوحدك في السكن الجامعي ارخص كتير من بره. فلو انت جاي طالب وجات لك سكن الجامعه ده ما تسيبوش، ارخص بكتير وفي اغلب الاوقات بيبقى نضيف وبيبقى كويس جدا. فدي نقطه لازم تاخد بالك منها، موضوع السكن الجامعه ارخص كتير. طيب في برضه حاجة مهمة جدا لازم نقولها بالنسبة للسكن عموما، ان انت سواء لو ساكن لوحدك او ساكن في في جي، سواء بقى جامعة او بره الجامعة، لو ساكن لوحدك في حاجة اسمها الضرائب التلفزيون والراديو دي لازم بتدفعها 17.5 يورو. فانت لو ساكن لوحدك لازم تدفعها، وهجي لك جواب كده لازم تدفعها، لو ما دفعتهاش تاخد بالك لان بعد كده تتراكم عليك ويبقى في غرامات. لو انت ساكن مشترك، لو انت سبعه في شقه، اربعه في شقه، ثلاثه في شقه، بتتقسم على الاربعه، يعني 17.5 يورو بيتقسم على الاربعه وعلى الخمسه وعلى السته، بتبقى ارخص كتير طبعا. كمان في سكن لو انت طالب وفي سكن الجامعه مش محتاج تقلق بخصوص حاجات كتير، اللي هي فاتوره الميه، فاتوره الكهرباء، كله ده انكلودد او داخل في اللي انت بتدفعه. حتى احيانا كمان بعضهم بيبقى داخل انترنت او بيبقى ليها بتدفع لها لوحده، او احيانا بيبقى داخل. اما لو انت ساكن في سكن لوحدك دي اخطر حاجه، لازم تاخد بالك من كل حاجه، لازم تبقى عارف ان انت عندك فاتوره الكهرباء انت اللي هتدفعها كل شهر، لازم تبقى عارف ان انت تعمل كنترول على التدفئه والكلام ده كله، لان بيبقى انت في نوعين من في السكن كمان، في نوعين من الايجارات، في فارم ميتا وفي كالت ميتا. ايه الفارم ميتا وكالت ميتا؟ فارم ميتا يعني هو بيقول لك انت هتدفع مثلا 300 يورو شامل التدفئه وكل حاجه، وفي اخر السنه لو انت الليفل بتاعك عالي يعني كده ممكن تدفع زياده. وفي بيبقى كالت ميتا اللي يقول لك مثلا هتدفع 200 يورو والكهرباء بره، غالبا بتبقى الكهرباء بره، بس احيانا في نادرا بيبقى، احيانا في بعض السكن بيبقى كمان التدفئه بره. فانت لازم تبقى عارف قبل ما تروح تسال كل الكلام ده ايه، هل هو فار ميتا يبقى انت داخل كل حاجه ما عدا الكهرباء والانترنت. ده الاغلب، لكن برضه في احيان بتبقى مختلفه، يعني مثلا الشقه عندي انا بدفع فار ميتا ولكن التدفئه عليهم، بس مثلا تدفئه الميه السخنه على الكهرباء لان هي حاجه كهرباء، فبالتالي انا بدفعها في فاتوره الكهرباء، يبقى مش داخله في الايه، في اللي انا بدفعه للايجار. فلازم تبقى مركزين في الحاجات ديت. الاغلب بيبقى الفار ميتا شامل كل حاجه ما عدا الكهرباء والانترنت بيبقى بره، ده الاغلب في اغلب الحالات. يعني في الستودنت انفيرك او سكن الجامعه بيبقى كل حاجه سهله، كل حاجه انكلودد. طيب نرجع تاني للسكن الفي جي. سكن الفي جي ده برضو في ميزه كبيره، لان انت زي ما قلنا غير الممارسه وغير انك تتعامل مع ناس والسوشياليزيشن والكلام ده كله، بس ميزته ان انت لما انت بتبقى ساكن في فيجي، يعني لو انت من النوع مثلا انسان ما كنتش قاعد في بيتك في بيت اهلك في بلدك مثلا، مش متعود انك تعمل كل حاجه لوحدك، في الفيجي انت هتبقى ملتزم بنظام، انت لازم تنظف حاجه مثلا في زي جدول ان انت النظافه نقض عليك، الطبيخ عليك. لو انت ساكن لوحدك ممكن تكسل لك مثلا، ما تنظفش قوي او ما تبقاش مهتم بكل حاجه تمام، لكن انت ساكن مع حد هيبقى انت ماشي بنظام ولازم انت تمشي عليه، فانت بتتمرن الحاجات اللي انت كنتش بتعملها في مكانك وانت قاعد في بيتك مثلا، لو كانت والدتك او اختك او اي حاجه بتعملها. طبعا ده مش صح، بس في كتير منا كده. هتيجي هنا انت لازم تعمل كل حاجه بنفسك، ويبقى في حد وراك اللي انت لازم، لو ما عملتش هيقول لك انت ما عملتش ليه، عشان انتوا ساكنين مع بعض فلازم تهتم بيها. لو ساكن لوحدك المفروض انت برضه اكيد انت هتعملها، لان انت ساكن لوحدك ممكن تريح وتقول مثلا غسيل المواعين تعملها بكره، ما هو ما حدش معاك وتيجي تتراكم عليك، فده مش صح. فاهمين الفكره؟ يعني هو طبعا المفروض بتعملها اول باول، ولكن لما يكون في حد معاك وكده بيساعدك، او يبقوا انتوا كلكم يعني عندكم توجه واحد، لازم تنظف هنا ولازم تغسل هدومك ولازم تبقى منظم وتشيل الحاجه ما تسيبش الحاجه وتراعي، وبرضه في حاجات تراعي ان في حد معاك ساكن، فلازم تبقى موطي صوتك بعد اوقات معينه غير لو انت ساكن لوحدك. بس برضه ساكن لوحدك فيها ميزه كبيره لانك حر نفسك، وطبعا زي ما قلت في ناس ما بتفضلش انها تعيش مع حد، بتحب الراحه والنفسيه وما بتعرفش تتعامل مع ناس عايشين مع بعض الا لو واخدين عليهم قوي، فالناس اللي من النوع ده هيتعبوا جامد في الفيجي. مش موضوع حكايه النظافه كده، لا، حكايه ان انت انك مش متعود تتاقلم على حد يكون معاك على طول. هي برضه مزعجه شويه انك تكون ساكن مع حد وساعات بيبقوا هم مثلا عايزين يعملوا سوشياليزيشن، مثلا عايزين يتكلموا معاك وانت مثلا عايز تقعد لوحدك، فانت مخك تقول انت مثلا عايز تريح وبتاع. فده ميزه في السكن لوحدك يعني.
بس هو في كل الحياة احنا لما جايين من عندنا بيبقى الواحد مش متعود يعمل الحاجات المنزلية ده لوحده، اول ما بتيجي هنا بتتعود وبتتعلم وبتبقى حاجة روتينية، سواء بقى ساكن لوحدك ساكن مع حد، في الاخر بتبقى الموضوع انت لازم تعمله بنفسك واخد عليه وبتتمرن. واحيانا في ناس كمان بتبدأ تتعلم الطبيخ وبتبدع في الطبيخ كمان، بس مش بتتعلم انها تطبخ بس، لا وبتطور من نفسها. انا اعرف واحد صاحبي بيطور من نفسه وبيبدأ يعمل اكلات وهو يبدأ ينفنت او يبدأ يغير منها كمان. فده بس موضوع السكن عامة. طبعا انت لو جايبه مش بخصوص اقامة طويلة، في السكن العادي اللي هو الموتلز والهوتلز الموتيلات والهوتيلات، وفي البي ام بي كمان لو عايز تأجر، وفي نوع تاني سكن بس مش منتشر قوي، وهو لو انت مثلا جاي زي انترنشيب او جاي فترة 3 4 اشهر وترجع انك تقعد عند عيلة ألمانية، بس دي بيبقى دايما يعني بتبقى دايما زي بروجرامز وبرامج، بيبقى عائلات ألمانية مشتركين عادي ممكن نستضيف حد لمدة 6 شهور او كده. فانت لو جاي مثلا تقعد سمستر ولا حاجة ممكن تقعد معاهم، دي تبقى حلوة جدا. طبعا انت قاعد في بيت عيلة كبير وتتعرف على العائلة الألمانية عاملة ازاي وبيعيشوا ازاي وبيساعدوك في حاجات كتير، بس دي ناس قليلة قوي، فرص قليلة وما تنفعش للمدة الطويلة. دي الناس جايين يعملوا انترنشيب كده شهر وبيمشوا ومش منتشرة قوي يعني. بس ده كان فيديو النهاردة عبارة عن السكن وعن انهي انواع السكن المناسبة للطلبة والعيوب والميزات، وبس اتمنى تكونوا انبسطتوا ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا مع السلامة.